الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهنا نكر ذكر الفاحشة فقال إنه كان فاحشة، فلم يعرفها بالأل في أولها. وفي فعل قوم لوط قال: أتأتون الفاحشة، فعرفها بأل، فهي تفيد إما العهدية وإما أن تفيد أنه كأنها صارت معرفة لا تحتاج إلى تعريف آخر. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هنا جعل فيها وزران يبين لك كيف أن هذه الرذيلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. من الوجه الأول أنها فاحشة، وهي ضمن الفواحش التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. الوجه الثاني أنها بدعة ابتدعها أولئك القوم، قوم لوط، فهي جمعت بين الأمرين، فهي عظيمة من جهة فحشها وعظيمة من جهة ابتداعها واختراعها على غير نسق سابق. قال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين.